بسم الله الحي القيوم الرحمن الرحيم. سلام. أوجه حديثي اليوم إلى بني إسرائيل، والمعنيين بذلك هم طبعا بداية دولة إسرائيل، وجميع من يعتقدون أنهم يعني من سلالة الأولاد 12 لإسرائيل، يعني يعقوب، وهم بالطبع الآن بمثابة دول وشعوب حول العالم. هم يعرفون أنفسهم، وهم حاليا من يمسكون بزمام السلطة والأمور في أغلب زوايا الكرة الأرضية. الرسالة التي أريد أن أوصلها اليوم هي تذكيرهم ببداية هذه الحضارة التي تعتبر حضارة بني إسرائيل، التي بدأت منذ خروج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى يومنا هذا، وقد شارفت هذه الحضارة على الانتهاء. يعني كل حضارة لها توقيت رباني، عندما يحين موعدها لا أحد يتقدم ساعة أخرى ولا يستأخر. إذن حان موعد النهاية، ويجب أن تكون النهاية على الوعد مع الله، لا أن تكون على العكس من ذلك، كي لا نتعرض لدمار كالحضارات السابقة. إذن ماذا نريد أن نتذكر مع بني إسرائيل في قصتهم التي بدأت مع موسى؟ لماذا اختارهم الله يعني لبداية استخلفهم في الأرض بعد حضارة الفرعون؟ أولا، الشق الأول، لأنهم من سلالة إبراهيم، والله يعني عاهد إبراهيم على أن يبقي من سلالته من الصالحين حتى اليوم الأخير. هذا هو نصف السبب. أما النصف الثاني فهو لأنهم كانوا مضطهدين، وكانوا يعني مستهدفين من قبل الفراعنة، يعني وقف إلى جانبهم لأنهم كانوا مستضعفين في الأرض ومظلومين. إذن هذه هي الرسالة الأولى. والآن ننظر إلى حالة إسرائيل وحالة الدول الموالية لها، يعني أو التي هي أيضا من بني إسرائيل مثل الدول الغربية وما إلى ذلك، ونجد أنهم يعني أخرجوا الفلسطينيين عنوة من ديارهم، وعاثوا في الشرق الأوسط فسادا وتقسيما، ورسخوا الانقسامات المذهبية. وهنا لست أبرئ طبعا المجتمعات التي سمحت لهذه الانقسامات بالترسخ فيها، ولكن اتبعوا درب الإضلال أكثر منه درب الإصلاح. هذا ما أقصد الآن في كلامي لبني إسرائيل، اتبعتم هذه الطريقة. هل من سبيل لإصلاحها قبل فوات الأوان؟ نعم طبعا، باب التوبة دائما مفتوح للأفراد وللشعوب وللدول ولكل شيء. كيف يمكن الإصلاح؟ يمكن الإصلاح بفهم رسالة يسوع. ولماذا أتحدث عن يسوع؟ لأن بعد موسى جاء داود، يعني خلفه الله في الأرض، وبداية الرسالة التي أوصلها الله عبر داود كانت منذ لحظة خروجه وهو ببنية يعني جسدية أقل من عادية، لمواجهة باللغة العربية نسميه جالوت العملاق وما إلى ذلك. إذن تلك المعركة الغير متكافئة نظريا، والتي أيد فيها الله بشكل واضح داود، كانت بمثابة الرسالة الثانية لبني إسرائيل، بأنكم فقط يمكنكم أن تنتصروا إذا كان الله معكم، حتى لو كنتم يعني ضعفاء القدرات وضعفاء البنية وما إلى ذلك. إذا الرسالة الأولى مع موسى بدون أي طلب منهم حتى يقاتلوا،
نصرهم على الفراعنة، الرسالة الثانية مع داود للتذكير بالرسالة الأولى. ولكن داود للأسف عندما استلم السلطة اتبع قليلا من الهوى بحسب يعني الروايات الموجودة التي تتناقلها الكتب الموجودة. أنا لست هنا بمعرض الحكم على أي شخص، يعني لم أعاصر داودا ولا أعرفه، إنما وفق المصادر التي وصلت أنه بعث بأحد قادته قادة جيشه إلى معركة غير متكافئة ليتخلص منه لكي يتزوج من امرأته التي أعجب بها. إذا داود يعني انتهك يعني السلطة التي سلمه الله لها، سلمها الله له. ومن بعده سليمان الذي لم يكترث يعني خلاص الجنس البشري ككل، إنما أراد ملكا لا يملكه أحد غيره من بعده، يعني طلب والله لبى له طلبه كما أراد. يعني أراد أن يحكم عالمي الجن والإنس طيلة فترة حياته، واتبع يعني كان عنده من الحريم نفس ما يطلق على السلاطين المسلمين في وقت لاحق. إذن رسالتي داود وسليمان كانتا رسالتي ملوك وليستا رسالة يعني صالحين أو ربانيين حقيقيين. كان يعني كان لهم حصة واسعة من الحياة الدنيا، يعني هي ما سلطوا أنظارهم عليها. ثم أعاد الله الرسالة الحقيقية عبر يسوع بعد ذلك، يعني منذ حوالي 2000 سنة. ورسالة يسوع ليس فيها من الحياة الدنيا بشيء. يسوع أتى لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في الوصايا العشر التي أوصي بها موسى، وحذر من الخطايا السبع، و يعني كره الناس بالحروب والجيوش والاعتداءات يعني كل ما هو بربري ووحشي وهمجي، ودعا إلى التسامح والمحبة، وعرف الله على أنه الحب والتسامح والغفران والسلام والعدل وما إلى ذلك. وطبعا الأغلبية كانت ضد يسوع ولم يكن معه إلا يعني حتى يومه الأخير إلا قلة قليلة. والكتب التي يعني ما زالت اليوم بين أيدينا عن يسوع، يعني رغم كل المحاولات التي يعني بغض النظر عن موضوع تأليه يسوع أو عدم تأليه أو أنه ابن الله أو ليس ابن الله، ليس هنا المشكلة. المهم أن تعليمات يسوع تدعو إلى طريق الله الصحيح، يعني تنبذ الحروب، تنبذ الانقسامات، تنبذ الحكم على الآخرين، تنبذ يعني تدعو إلى عدم تخطي حدود الله. يعني الله هو الحكم، لا يجب أن نحكم على بعضنا البعض، أن نتهم يعني بعضنا البعض بالخطايا والكفر وما إلى ذلك شخصيا، بل نترك الأمور لرب العالمين. لأني اليوم أنا خطاء، غدا عبكرة يعني غدا أكون تائب، بعد غد أكون حكيم. إذا لا أحد يولد صالحا 100%، ولا أحد يموت خاطئا 100%. إذا هذه هي رسالة يسوع. للأسف كما قلت لم تعجب كثيرين، وحتى اليوم رغم أن هناك ملياري مسيحي يسمون أنفسهم مسيحي، يعني يقولون أنهم يتبعون يسوع، ولكنهم للأسف لا يأخذون من الموضوع إلا جانبه السطحي، إنما لا يطبقون أي شيء في حياتهم. لأنه لو كان هناك 2 مليار إنسان صالح على سطح الأرض اليوم، لما كنا في هذا الوضع المزري من الفساد وسفك الدماء يعني خسران الميزان البيئي وما إلى ذلك. كل هذه الانتهاكات التي تجري من حولنا ما كانت لو تكن لتكن، لو كان فعلا هناك مليارين مسيحي يعيشون كالمسيح. إذن المراد من رسالة اليوم هو التوبة
إعادة التأكيد على يعني صلاحية أو صلاح رسالة يسوع، وهذه الرسالة التي يجب أن تتبعها إسرائيل وجميع الدول المعتبرة من بني إسرائيل. يعني هذه هي الرسالة، رسالة السلام والمحبة، ليست رسالة الجيوش واستعراض القوة والعضلات وما إلى ذلك. إذا كل ما تقوم به إسرائيل وما بنيت عليه إسرائيل هو باطل. باب التوبة مفتوح، يجب أن تصلحوا ما قمتم به. كما قلت، يجب أن تعاملوا الجميع بشكل متوازي، وليس أن تتكبروا على الآخرين مثلما تكبر على أجدادكم الفراعنة. إذا الرسالات واضحة صريحة، موسى ويسوع هما الرسالة الصحيحة. عندما يقول لكم، يعني تقول لكم الوصايا العشر: لا تقتل، وأنتم بنيتم دولتكم على القتل وعلى إخراج الناس من منازلها ومن أراضيها، كيف تتوقعون أن يكون هذا ما يريده الله منكم؟ إذا الأمر واضح، الطريق الصحيح واضح، لقد تبين الغي من الرشد. لا تقولوا أنكم تعيشون في غابة، وأن من حقكم أن يكون لكم جيش، وأن القوي بقوته، لأن الله أراكم إياها في يوم موسى وفي يوم داود، أنه لا قوة لأحد إلا مع ربه. وها أنا هنا لأذكركم بهذا الموضوع، هذه هي مضمون الرسالة اليوم. إذا أوفيتم بعهدكم مع الله وسلكتم طريق السلام والمحبة والتعاون والعدل والمساواة، فإن الله سيوفي بعهده معكم. أما إذا سلكتم الطريق التي تسلكونها منذ عقود، والتي هي طريق القوة والبطش، ويعني الإيمان فقط بقوة السلاح وليس بالله ورحمته، والتكبر على الآخرين، مهما صليتم على حائط المبكى أو داخل المنازل، أو حاولتم أن تظهروا، تأتوا بشخصية ما وتقولون أنها المسيح المنتظر، كل هذه الأمور الله قادر على أن يفتك بها ويمحيها من الوجود. إذا لا تحاولوا خداع رب العالمين. رب العالمين موجود، وأنتم تعرفون هذا الأمر جيدا. ومثلما خلص أجدادكم من بطش الفراعنة، ومثلما أوصل لكم الرسالة يعني في معركة داود وجالوت الغير متكافئة، بأن فقط قوتكم تأتي من الله، إذا يعني أدرتم ظهركم لهذه الحقيقة، ووصلتم الاعتماد فقط على ما تسمونه علمكم، يعني أمضيتم تعتبرون أن أمضيتم وقتكم في البحث عن العلم، وأن هذا هو الطريق الصحيح، وأنكم ستتفاخرون بعلمكم وأسلحتكم، فإنكم ستهزمون. وهي قد بدأت بشائر مع مرض الكوفيد، مع وباء الكوفيد 19، فأصلحوا أموركم وعودوا إلى حبل الله. أما إذا كانت ديانتكم اليهودية هي أغلى عندكم، هويتكم اليهودية أغلى عندكم من رب العالمين، واصلوا كما أنتم عليه وستجدون أنكم ستهزمون. لا أحد يقف قادر على الوقوف في وجه رب العالمين، حتى لو كان معه علم السماوات والأرض. كل هذه الأسلحة التي بين أيديكم، قد لا يبقى أحد منكم ليكبس زرا. إذا توبوا وأصلحوا وأوفوا بعهدكم مع الله، هذه هي الرسالة. والطريق الصحيح كما قلت هي الطريق التي أتحدث عنها الآن منذ 6 أشهر، وهي أيضا طريق يسوع وطريق موسى. هذه هي الطريق الصحيح، ليس الطريق الأسلحة والجيوش، طريقة داود ومحمد وسليمان.
هذه هي الرسالة، من استمع إليها وعمل بها نجا، ومن أصر على التكبر بالسلاح وبالهوية الدينية وبغروره فإنه سيكون من الخاسر. سلام.